بيتك. انت بتشرب الشاي بالشفاطه يالا؟ شوف الجهل يا دولا، انا المفروض ما ردش عليك، لكن انا هرد يا عم. لا ما تردش ما تردش. عيني. بص يا دولا، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافه دي يا عمنا اكتر حاجه معرضه للتلوثات للجو. ايه الشطافه؟ انت بتتعامل مع الشفاطه على انها شطافه يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولا؟ يا ابني الشطافه مش للشرب. امال ايه يا دولا؟ لا لحاجه تانية خالص، لكن الشفاطه بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساقعه بس، مش يتشرب بيها شاي. والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دولا، علشان في فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات دول على اساس اخوات فيروز الصغيرين. انت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوه معدتك انت اللي تعديها. بص يا دولا، انت تقعد اقعد اناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. انت مش مفروض الواحد يفهمك، انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب، مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطه. ايه ده؟ ده انا شاي لو سمحت. ايه ده الراجل ده؟ انا عارفه ولا يا رمزي؟ غريبه، مع ان انا حاسس ان انا معرفوش. اتشطف وانت ساكت. لا انا عارفه، انا متاكد، كان معايا في المدرسه واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده ايه ده نعرف الناس دي، ايه ده ايه ده نعرف الناس، وتروح تسالهم يقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه. دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافة. خدت الشطافة؟ دلوقتي لي القعدة كده معقولة؟ الشطافة لازم جوه القعدة. يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو؟ ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ ايوه. في حاجه يا استاذ؟ يا حمدي انت مش عارفني ولا ايه؟ انا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسه النقراش الثانويه العسكريه بنين. فاكرك. لا مش انت، انت اقفل عشان الكارت. انت اقفل. اهلا يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني. اخبارك ايه يا حمدي؟ عامل ايه؟ اقعد. يا اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسكت، مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه قصور الثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي؟ انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني، تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوه في اي شارع تاني. هو انا جايب ابن اختي افسحه؟ بقول لك ده المترو، المترو عارف كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتتشال. تصور محلات هتتشال. ايه يعني الوقت عوزه؟ ده مشروع قومي. الله، لازم يبقى فيه تضحيه. ايه يعني شارع او شارعين، محل محلين، كل ده عشان القاهره الكبرى يا اخي. قاهره وكبره ايه؟ كبره يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشي المترو بتاعكم من الشارع اللي فيه المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبه يا اخي. ايه المشكله يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبه، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجه خالص يعني؟ هي دي ضريبه النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبه؟ انا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعت الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، انا عايزك تعيش معايا اللحظه. تخيل المشروع ده بقى بعد 6 7 قول 30 سنه لما يخلص. تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، والفخوره واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لاولادك وتقول لهم تخيلوا يا اولاد
المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام. ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ليه؟ انت مش عندك بازار؟ اه يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى انا هخدمك خدمه عمرك؟ انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ اه لو كده يبقى معلش. اه محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا. اه 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 طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم. ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل؟ مالك؟ مالي؟ هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو. حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيزك للترومي اثر على رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترومي ولا للمترو. ماله التوك توك؟ صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن الحارات ويجي عكسي ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات. ماله التوك توك؟ انتوا اصلكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان كمان عادل كمان كاسكم في فيلم نو. والنبي حباتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اطفي التلفزيون خالص. حاضر. بصي يا عادل انا عندي فكره رهيبه. ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره. اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص؟ لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش غش واحتيال. حرام عليك يا اخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس. ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. يا معلم تيتي، انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه، وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيع؟ ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني، انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني يا معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان يعني اصل الام دي ما تتعورش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي. تيسي ايه؟
تيسي تيسي وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني بس جه لأم يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجة غير انها بتقعد تعطس تيسي 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 لدرجة ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني ست الحاجة دي بركة وعلى عيننا وراسنا مع اني مش محتاج بضاعة وبضاعتك عفشة ومحلك عتبته فقرية لكن هفكر ايوه فكر ونباتيتي لان يعني لازم عايزه تعمل عمليه والعمليه دي انك دون وبتقطع عليا بنفس ايوه مش هعمل كده تاني بس عمليه ولازم تتعمل في بلد بره حرام عليك بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها اما محلك ده بقى ده فقر زيك ما يلزمنيش يعني يا معلم تيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبالجز ما انت ياما خربشتني وضفرك طالني طب خلاص خربشك ايه الضوافر اتقصت والسنان خلعت والتسي تسي جيل امي خلاص اذ ربما انا عدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك ربنا يخليك ربنا يخليك ماشي بكره بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده بقول لك الام يا معلم تيتي الام وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف اتعدي صراحه هو معدي معدي اخلع انا بقى خد دي كمان يا معلم تيتي تشكر خد دي معاك شايفني بلم زباله على رايك عموما بالشفا يا معلم تيتي بالشفة دي تقولها للست الوالدة إذ ربما انت بطل عطس يا سيدي ما تدوق إيش يعني جات على كده بقولك إيه إذا حبيت تبيع هدومك اديني رنة حاضر يا سيدي معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك ده إيه اللي انت لابسه ده شفاف يا معلم تيتي معقولة يعني لكن برضه بأديك رنة حاضر سلام عليكم مع السلامة يا معلم خلاص يا معلم يلا رجالة الحمد لله خلصنا من البضاعة ايه ده دولة ده ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولة بعت البضاعة دي كلها يا ابني بعت ايه انا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية لقيم انت برضه دولة استكملت لحد ما تكمم انت بتعلم الكلام يلا في مستشفى الكلب يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي انت مش خد خازوق عادي انا اخيرا خلصت من البضاعه يا رمزي فاضل بس اخلص بقى من البازار يا دوله بقى نخلص بقى من البازار او بص نتخلص منه عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله بقى كده دوله ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده فكرتي بقى فكيك بص كويس يا دوله كشري ماله يعني المعلم زعزوع الاصابعي يا دوله ماله المعلم زعزوع اللي بناكل من عنده كشري يا دوله ايوه اخلص ماله اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دوله هتقول ولا نفخك ماله سمعته يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا هو المحل بتاعنا بس يعني لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطة يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا انت عرفت ازاي ايوه دول انا هقولك انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحية بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه بيقول للمعلم معليش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه واحنا بقى دول مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض هو حر بقى مادام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع معقوله يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده يقولوا جاي كوش على الشارع كله وانا ما بحبش ازعل حد مني عموما الاكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره تقصد ايه يعني اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعم بالله بص يا استاذ عادل انا قلبي انفتح لك قوي بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي ده كار ابويا وجدي وجد جدي وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني مظبوط لكن دي مش غيتي
انا غايتي اكبر من كده بكتير. انا طموحي ملوش حد. يا سلام، وايه طموحك في محل كشري؟ يعني هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا، انا غايتي في القصب. معلش، انا حاسس ان القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، انا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوه لقدام. وين رايح الزبون؟ طب هو الزبون عدم المؤاخذه يعني تعبان في ايه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطه عندي شديده قوي ووعره. اهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل، يروح يشرب كوبايه قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى افكارك. عموما بص بقى يا معلم، انا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط. شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد ايه. بما يرضي الله حدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوق و50 بعد شهر، ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رايك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي، ومش عايز اي حاجه تانية بعد الشهر، ونمضي العقد على طول دلوقتي؟ امرك عجيب يا استاذ عادل، انا اول مره اشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكله في اللي تحت. سلام، اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمز. عايز اخلص منك دول يا حبيبي. يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها، انا عايز حاجه صغيره يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمز. حمدي، ازيك يا حمدي؟ عادل، ازيك يا عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجله خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانتي انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دولة. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها. اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني. ايه ده؟ هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل، على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا زفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المساله مش بالسهوله دي. البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شارع مميز جدا مليان حركه. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحه، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. والحاجه جديده زي ايه حضرتك؟ زربان يعني، واطي، خسيس، دني، لوكال. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكال، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع.
طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا؟ يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاع الشحن وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا قلق اطلع. حاضر يا معلم. حاضر. طب يا معلم والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك ده انا عندي ست ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك اجيب لهم فلوس منين حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم ربنا يخليك والله يا معلم هقعد ادعي لكل كلكو لا ادعي لكل كلكو. خلاص خلاص هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم اقشره لكو واعصره هولو. يلا. يا نهار ابيض الحقوا يا جماعه في خناقه تحت في الشارع للركب. طب وانت مالك مبسوطه قوي كده ليه يا سناء؟ يعني انت بنت شايفاها يا رانيا دي بنت دي اصلها ست شريره وبتحب الشر ولو ما شافتش خناقه في اليوم مليون الف مره يجي لها حاله كومبلونشيه في دماغتها. معلش صباعك ده انا هقطعه لك. ماما في واحد نازلين في ضرب وقطعوا له كل هدومه تحت في الشارع. فين ده؟ فين ده؟ قول لنا بسرعه بسرعه هاتي الكاميرا بتاعه الفيديو يا نجله. بس ايه سجلي على الفيلم بتاع حفله طلاقك يا مجيده. شد يا ستوبد. انا على يا بس خلاص شخبط لخبط العنوان وشخبط وجابوا النقاش وصنفره ومعجون وفي حاجه بتاكل. هو انت كنت تحت يا جدو؟ او كنت تحت وكان قاعد على الناصيه وكان في عيال شباب صحابي وكنت انا واقف معاهم يعني. طب يعني هو انت شفت الخناقه اللي تحت؟ كان في خناقه وشويه عيال كرديات وكانوا بيضربوا بعض. ايوه ليه يعني ايه اللي حصل؟ واحده ما لقاش لازمه وشافوها وعكس وقالت يلا. بقولك ايه؟ يا جدو مين فردي دي؟ رانيا يا جدو. رانيا. رانيا مين؟ رانيا؟ يا رانيا ايه يا جدو؟ تعال اقول لك على حاجه يا جدو، هقول لك على سر مهم جدا. انا رانيا مرات عادل. عادل الهفا الواد عادل الهفا. ايوه. طب في حاجه تاكل؟ لا. طب هدخل الحمام بقى عشان يلا. وامبارح كان عمري 20 كان عمري 20 20 امبارح امبارح كان عمري 20. افتي افتي يعني مفيش لا خناقه ولا اي حاجه خالص. الظاهر ان هما فضوها. سلامتك يا دوله. عادل مالك يا حبيبي مالك؟ يا مرات عمي هو بس كان في ناس بيتخانقوا معاه وانا قلت له اجري يا دوله انفد بجلدك. يا سلام انت قلت لي انفد بجلدك ولا قلت لي الحق جدك؟ وبعدين انا كنت اعمل ايه؟ وانت سبتني وجريت. دوله ما انا مش انت قلت له اقف في ظهرك يا دوله وانا جيت اقف في ظهرك يا عم لقيت واحد راكب على ظهرك. طب انا اعمل ايه؟ نزله من على ظهري واركب. مش انت اللي قاعد انت اللي حاجز يا ياض. وبعدين انت جريت ياض يا رمزي جريت وسبتني ماشي يا رمزي ماشي. يا جماعه يا جماعه انا مش حاسس بصدري خالص وانا بتنفس وانا مش بتنفس. عادل هو انت كنت بتعاكس واحده تحت في الشارع؟ معقوله يعني اعاكس واحده في الشارع؟ ما انت هتشوفيني يا رانيا. يعني المبدا موجود يا عادل؟ يعني انت ممكن تعاكس؟ انا بنزف يا جدعان داخليا بنزف. حد يجيب له كيس دم من الثلاجه بسرعه. يا ابني ايه اللي حصل لك؟ حد يبلغ البوليس يا جماعه. لا ما حدش يبلغ البوليس لان انتوا لو بلغتوا البوليس احنا اللي هيتقبض علينا. يعني عاكست يا عادل؟ ما عاكستش ولا حاجه ما عاكستش. لا معقوله يعني ده جدي هو اللي عاكس اللي هي الحاجه ام ربيع قاعده على الفرشه بتاعتها ولسه يا دوبك جايه تقعد راح شد الشلته من تحتيها راحت الوليه اتشقلبت يا عيني وقعد يغني لها اتحرك واجري يا ربان وتعالى على حاجه يلا. وانت يا ابني ايه اللي خليك تحشر نفسك في الموضوع ده؟ كنت سبت بابي هو اللي يسد معاهم. بابي ما سدش يا ماما. يا ماما ما سدش لولا ان انا اتدخلت كان زمانهم دلوقتي فرشينه مكان الفرشه اللي قاعدين بيبيعوا فيها.
دولا، طب هما كانوا هيدوله كام بقى في الشغلانه بتاعت الفرشه دي؟ كانوا هيدوله بقى قفايين على قلمين على شلوتين، كانوا هيروقوه يعني. اه يا دولا فعلا ما حدش بينام من غير قفا يا عم. تيجي عشيك كده رمزي؟ لا يا دولا لا يا عم، انا قفايا عنده تسلخات من عشوه ليله امبارح. تعشي مين وانت فيك نفس تحرك دراعك؟ ده انا من رايي نستغل الحاله اللي انت فيها دي واخلص القديم والجديد يا عادل. يا جماعه انا شايفه ان الحاله عماله تزداد سوءا. ايوه والنبي صح والله. وجدك عمال على بطال ماشي عمال يعاكس في الستات ويغزلهم غزل غير عفيف. لا من فضلك من فضلك لو سمحتي. لا بابي راجل مؤدب ومتربي كويس قوي 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 قوي. بقى معت ان هو متربي قوي 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 يا ماما هيوقفوه في اول طابور المدرسه ويخلوه يؤدي تحيه الشرطه المدرسيه. انا ما بهزرش يا سناء لو سمحتي، اكيد في الحكايه فيها سوء تفاهم وان ست ام ربيع دي هي اللي عكسته. على ايه يا حسره؟ على السله عتب بتاعته والعكاز اللي بيعكز عليه؟ من فضلك بابي بريء بريء يا مامي. انت مجنونه يا بنتي. ايه انا جلاف ايه؟ جده بيقول لي تعالي نخرج من ورا اخوكي ماجد وانا مش هقول له. اه لو ماجد عرف يا جماعه تبقى مشكله كبيره قوي. ماجد مين؟ ماجد اخوها دول اللي هو عايز يمشي معاها من وراكم، وتلاقي اصلا ماجد ده ماشي مع واحده من ورا اهلها. بصي داين تدان. انا قلت لكم المشكله اصبحت خطيره جدا، جده اصبح قنبله رجوليه موقوته ممكن تنفجر في اي امراه وفي اي لحظه. ما هو دي بقى المشكله، لان جدي لما بينفجر في اي واحده تحت في الشارع انا اللي بتعرض للضرب. يعني هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا بعد كده ممكن اتحبس يا اخوانا. انت محدود النظر يا عادل، انت بتتكلم عن الستات اللي تحت في الشارع، ما بالك بقى لو انفجر في الستات اللي قاعدين في البيت هنا. يا ده تبقى مصلحه، يبقى خد الشر وراح. عادل لا لا قصدي يعني ما تقلقوش ما تقلقوش، انا ممكن اتصرف. هنجيب ترابيس لكل الاوض بتاعتكم، وبعدين الدوريه الراكبه اللي هي بتاعت الشرطه اللي بتمر في الشارع اخليهم يمروا هنا في الصاله. لو شافوا جدي بيعكس اي واحده فيكم هيتصرفوا بقى. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هزر هزر هزر. يعني هعمل ايه يعني يا سناء؟ جده دلوقتي يا اخوانا في سن خطر، لازم نتصرف. يعني انا الاوان يتسطر ويتاهل ويلاقي النص التاني يا عادل. بس لقيتها، يبقى احنا لازم ندور لجده على عروسه وفورا. بص بقى احنا الجد هلا هلا عليه وهلا هلا على الجد عليه. ماشي يا بابا ستو. ايه كميه الهلا هلا اللي انت بتقولها دي ياض؟ وبعدين ايه بابا ستو ياض دي؟ ده انا كل ياض برجله، ده انا كل برجله ياض. معلش معلش انا بس بتبتدي بلخبطه الاول. المهم دلوقتي دولة تحت يعني وكلني وشربني واداني جنيه ربعين وقال لي بص يا رمزي عشان انت كبير المنطقه اطلع كلم بابا ستو في موضوع كده مهم يعني. ولا انت شكلك كده ياض ابن امك ياض صح؟ طب ربك طب ربك. امال يا بابا ستو هكون يعني ابن ام تانية غير امي يعني؟ والله انت يا عم شكلك كبرت وخرفت يا عم. باين كبرت وخرفت. كبرت ايه ده يالا؟ ايه ده يالا؟ انا حاسس الزمن بيطلع بيا لقدام وبيرجع بيا لورا، وحاسس جاليفورنيا من الادوار العنيا. تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد. تشرب شاي؟ يا ريت والله يسقيني. قعد استنى ما اشرب نفسي الاول وبعدين. وانت عايز ترغي في ايه بقى يعني؟ بص بقى بابا ستو احنا دلوقتي زي ما انت عارف يعني الانسان مننا محتاج انثته والانثى مننا محتاجه راجلها صح؟ وبعدين ظل راجل ولا ظل شجره؟ اه صح يا ياض، وعلى رأي البسل والشجرة بودنين بيشلوها يوم الاثنين صح؟ صح يا بابا ستو عليك نور يعني، بس انا ليا تعقيد على كلام حضرتك. هتعقد؟ عقد يا ياض عقد. بص يا سيدي احنا دلوقتي بصريح العبارة يعني عايزين نجوزك عشان تهدى كده هون بقى وتحل عن سمانة بقى. ايه حل عن سمانة دي؟ ايه حل عن سمانة؟ وبعدين اتجوز ايه يعني المشكلة؟ طب انا بره كنت في المغرب ياض واتجوزت عارف واحده كانت ايه بقى ياض وكانت هي يلا. عفرف عليك بقى بابا ستو. بص احنا دلوقتي مش هنفرض عليك يعني واحده بعينيها او بمرخرها، لا احنا هنا يعني هوقف لك ستات الحريم بتوع المنطقه كلها كده ونصف وانت تستنقى منهم براحتك. انا استنقى؟ اه واستنقى انا؟ وبص طب وام ربيع هتبقى واقفه معاهم اللي انا استنقى؟ لا ام ربيع دي متجوزه. ايوه انا هتبقى واقفه معاهم ولا مش واقفه معاهم؟ حاضر هشوفها لك يا بابا ستو. ايه قلت ايه بقى؟ طيب لا بص انا مش هسرق يا ياض، انا مش هسرق، انا خلاص انا خلاص ياض اللي انا عايز ارتبط بيها وموجوده في البيت ده. ما تقولش ما تقولش انا هقول لك عشان انا ناصح. هقول لك انت بتفكر في مين؟ ها
طب قول يا لو عرفت اللي انا بفكر فيه صح هديك بالقلم، لو عرفت غلط هديك بالقفا، يعني شوف انت اختار بقى وانا هديك بالقلم. يا رب يطلع غلط يا رب عشان اخد بقى بالقفا، عشان بقالي كتير قوي ما خدتش بالقفا يا بابا ست. وبعدين انا بحس ساعتها بانتعاشه كده هون مفتخره كاني بشرب في فنجان قهوه على فكره. طب يا تقول بيه قول بيه عشان انا ايدي خلاص اهي ايدي بتاكل لي. بص بقى بابا ست بقى ابو الرماميز هيقول لك مين ام الواد عصعص. ام عصعص بيه ام الواد عصعص الله يرحمها اللي كانت بتيجي نون تاخد العيش المكسر عشان المعيز بتاعتها هي ولا لا؟ اوبا عصعص اوبا عصعص وعيش وبتقول الله يرحمها اتجوزها ازاي اهبل يا اهبل يا اهبل. صح صح. طب مين يعني من البيت هنا فين؟ واحده بالبيت هنا هو ياض وبص مش عايز استرقى وهي واحده بالبيت ده اقول بيه مين؟ الزغلوله الصغيره. ما تقولش ما تقولش البنت ياسمين صح؟ ياسمين يهبل ياسمين يهبل البيت وايه ورا البيت التاني يا ادم موترينك يا ادم اللي بتقعد راحه جايه دي موترينك. بس بس يا عم البيت نوجة. نمس انت بابا سته نمس طمعان انت في المصروف بتاعها وعلشان تذاكر لها كمان صح؟ اه ذاكر لها صح يا ادم وذاكر لها وبعدين ايه واقعد اخد المصروف بتاعها واذاكر لها واتجوزها بقى و... ايه ده ايه والزرع دي الزرع دي وحلوة؟ حلوة قوي قوي ما تدهيني بابا ستو عايز الزرع دي؟ اه خد ايه؟ مين الحيوان اللي بيزع ده؟ استنى هسقهولك هسقهولك قص ايه اه؟ قال يا لا طبعا مستحيل لا اله الا الله ليه بس لا يستحيل ليه يا أنسة رانيا؟ الله يحفظك يا رمزي أنسة رانيا بص يا مدام دلوقتي الموضوع لسه في ايدينا والحكايه كلها في ايد مين؟ في ايد امك. نو جامي لعلمك مامي طموحاتها اكبر من جدك ده بكتير. ايه طموحاتها ايه يعني تتجوز كونستابل؟ مامي عندها من الجمال والجاذبيه والرونق والخبره ما يؤهلها لذلك. دولا بقول لك يا دولا هو كونستابل ده يعني هو طبال بس كونس كونس؟ في حد شغال كونس وانت اي زيطة جاي فيها وخلاص مفيش حاجة انت ايه اللي مقعدك في وسط الحوار العائلي ده؟ اطلع بره رمزي. ايه ده ايه ده ايه ده ماشي يا دولة ماشي لما بتعزوني بتستخدموني كدليل بعد ما بتتقد المصلحة بترموني كمنديل. ايوه بنعملك كمنديل ومنديل مهمل وكان اساسا مرمي من قبل ما نلاقيه. يلا اطلع بره ماشي ماشي يا دولة. عموما احنا مش هنعرف ناخد قرار في الموضوع ده غير لما ناخد رأي البنت الاول. رأي البنت؟ طيب ماشي انا ممكن اخد رأي البنت وانت تطلعي تاخدي رأي الولد جدي. ها دولة بقول لك يا دولة انا بقى نفسي بقى اتجوز بقى دولة يعني انا نفسي اشوف بقى رمز الزغنطر. عارف وانا نفسي ما اشوفش رمز الكبير. اطلع بره بره. دولة ايه دولة بقى نو نو بره 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 يا كلب. انا بقى مش كويسة. الديجرادي بتاع الهايلايتس بتاعي مش مظبوط. تهيألي يعني حماتي اي مزين حريمي بحتتين جل صغيرين كده هو على دماغك يظبط لك الكربراتير ده. ايه دي نوع ايه كربراتير ده؟ معلش ما انا مش عارف انافقك يعني يا حماتي. يظهر الواحد عشان ينافق في البلد دي لازم يبقى معاه لغات. وتنافقني ليه؟ صراحة يعني يا حماتي ومن الاخر انا عايز اجوزك لجدي. وبين بجيدة دي مامي يا جدو بابي يا يبقى اكيد حلوة. طب وانت عايزين كام في الجوازة دي؟ عشان برا كنت في المغرب وروحت قلت لهم عايزين كام في الجوازة وراحوا هم يلا نجمي ولا كنوزات الدنيا تخلينا اتجوز الراجل العجوز ده. هو انا هتجوزه ولا ابقى ممرضة بتاعته؟ لا تمرضي ايه يعني حماتي الراجل ما شاء الله صحته والعلمك ده هو شهرين ثلاثة يتكل وانت تورسيه بقى. هو عنده فلوس كتير؟ اوه ملايين بتستهبل ملايين ملايين. طب هو حب قبل كده؟ شوف يا بنتي بصي وانا هقولك الخبرة بقى ويعني الحب ده عامل زي ايه والجذبة من غير بطلون. الله يا صدق انا في حياتي ما سمعت التشبيه اعمق من التشبيه ده. حضرتك بتشبه الحب بالجزمة والبنطلون. الله الله رومانسية يا جدو. ما هو لازم برضك رومانسية وعلى رأي البسل خبفسة شافت عيالها بشير على الحيطة وقالت وإيه الحشرات دي وانتوا مرشتوش ولا إيه؟ من الدرجات دي؟ واكتر كمان من الدرجات دي. الراجل ده لف الدنيا وشاف بنات وشاف ستات لكن وقع اختياره عليك ده معناه إيه؟ عشان كده هو متمسك بيكي جدا. وهيعيشني فين بقى؟
فوق السطوح، افرش لها بقى الفرشه بتاعتها وهي تنام فوق السطوح والفراخ جنبيها وتقعد تنقر. هي مين؟ هي مين دي اللي هتنام فوق السطوح يا جدو؟ يا جدو؟ هو انت بتتكلم عن امراه دونيه؟ دي مامي يا جدو، مامي دي، مامي دي لازم تشيلها فوق دماغك وتحسسها كده انها سلطانه زمانها. سلطانه؟ سلطانه؟ ونجيب سلطان؟ ونجيب سلطانيه ونجيب سلطه ونجيب سلطه وهي مين دي؟ مامي. مامي يا جدو، مامي يا جدو. مامي؟ وانت اخت البيت الصغيره اللي بتقعد تربح في الصاله دي كده ورايحه جايه وبترنك بترنك؟ البيت الصغيره دي انت اختها اللي هي مامتك؟ هي امك؟ لا جامي يا حبيبي، انا ما اسكنش غير في فيلا بدورين ويكون فيها بيسين عشان التام بتاعي، ها خد بند سولاي كده، ويكون موجود فيها شوفير، يكون في سفراجي، يكون في كاميريرا، ويكون في الخدم والحشم دول، ها ويكون طبعا في دكتور عشان لو حصل اي حاجه يعني حماتي. طبعا انت بتقول فيها يا حبيبي، انا هشبشبه، انا هديله زهره شبابي. وانا هديها على دماغها بالكاسبه القديمه. يا مين دي يا جدو اللي انت بتتكلم عنها؟ والبنت ام ترنك، البنت ام ترنك اللي عماله بتربح في الصاله دي وراحت مسكت العكاز بتاعي وقعدت تلعب فيه وبوظت العكاز وقال لي ورقد رفض راسي ذكر، رقد رفض راسي ذكر وهيقطعوا الكهرباء. لا يا اخويا، انا مش ممكن اوافق غير لما ولادي وولاده يوافقوا. يا ستي بالنسبه لولادك موافقين، رانيا ونجلاء هيطيروا من الفرحه، بالنسبه لولاده هو بقى انا حفيده وبقول لك شيل يا حماتي. طب وبقى اللي اسمها انعام دي؟ بابي هجيب لي مرات اب؟ عايز نطلع معقده؟ وحدك خلاص طلعتي، وحدك لسه هتطلعي معقده؟ هو احنا لسه هنبكي على اللبن المسكوب ولا ايه؟ بس انا مش موافقه، مش موافقه، مش موافقه. هقول لاصحابي ايه؟ بابي جاب لي مرات اب، وبعدين اشمعنى دي اللي اختارها؟ ولا عايزين تركبوها عليا؟ يا ماما اصحابك ايه بس يا ماما؟ يا ماما بطلي بقى افكار المراهقه دي يا ماما. وبعدين حياتك احنا هنركبها على حياتك، يعني هتعمل فيكي ايه يعني؟ اللي بيتجوز كبير بيبقى كبير، وبعدين لو اتجوزت ابويا مش هقدر افتح عيني فيها ولا اشتمها. يا ماما لسه على ما تتجوز ابوك ان شاء الله فيها شهرين ثلاثه، في خلال الفتره دي اشتمي زي ما انت عايزه براحتك بقى. عارفه يا بنت سعيد انا حبيتك ليه صراحه؟ انا اسمي مجيده، وين حبيتني ليه؟ عشان انت فكرتيني بنت وكانت في المغرب واسمها ماري وكانت بجيب منها سمك وكان عندها سمك فيه بطارخ والدنيا مطرت ومسكنا الجزمه يلا. ايه ايه ده؟ انت بتقول ايه انت؟ والله ما عارف، والله ما عارف. هو اتجوز والعروسه للعريس والجري وقعد يجري وبيجري بيجري بيجري وهو جور وهو جور وراح يا ها انت حبيتيني ولا ايه؟ وبعدين ما هضربك انا ومش هبد ايدي عليكي. ايه ده؟ انت تضربني انا ازاي؟ انت بتقولي انا مش فاهمه ان انا اي حاجه خالص. عايزه اقول لك حاجه، انت قليل الادب وراجل هبجي. اشتمين اشتمين، انا بحب ست اللي هي لسانها بيبقى مبرد وحدادي، وبعدين نقعد نبرد عشان السوكه وجبت الصنايع يلا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ مش فاهمه انا اي حاجه منه. وبعدين الكلام اللي انت بتقوله ده كومبليمون ولا قنبله عشان تفرقعني بيها؟ على العموم بقى انا لسه بفكر. طب يعني انت موافقه ولا ايه؟ موافقه ولا تجتمع على نفسي وقولي موافقه وقومي؟ طيب موافقه 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 موافقه. لكن انا مش موافقه. ليه يا حبيبتي؟ دي طنطك فجيده ويعني دي في مقام مامتك بالظبط يعني، وممكن تعتبريها زي امك يعني واعتبريها زي ماما. ايه؟ مفيش حد ابدا يملى الفراغ اللي سابته ماما. يا ستي لو يعني ضايقتك ابقى اطلقها وراي المثل، شيل ده من ده من ده من ده ويرتاح ده من ده وين ده عندك. مفيش مرات اب كويسه ابدا، انا بقول لك اهو، اذا كنت هتتجوز الست دي لازم تطلعها دلوقتي حالا حالا حالا. ايوه مش هطلعها يعني، مش هبقى اتجوزها الاول بعدين ابقى اتجوزها؟ لو عملت كده انا هسيب لك البيت وامشي واروح عند عمته. ها روحي روحي روحي. هي عمتي لسه عايشه؟ لسه عايشه وعايزه تيجي تقعد معانا. انا ليه بسال؟ ليه بسال بس؟ بس يلا بس، وتعال تعال يا العاب تعال. ده انت بنتي الوحيده ولا وانا خلفت غيرك ولا خلفت ولا؟ تعال يا حبيبتي، ودي الست دي انا راضيها
واديها اي حاجه فلوس يعني تقوم هي منزله الجنين من بطنها وخلاص يعني. وبس انت اهم حاجه ما تقوليش لامك بقى الله يرحمها ان انا اتجوزت. ماما ماتت يا بابا. عشان كده ما جابتش بقى كوبايه الشاي اللي انا طلبتها منها من فبراير 1967 وكان الحرب وطيارات وقعنا 12 وطياره بلاستيك يلا بقى. انت عايزه تتجوزي بابي؟ انت تتجوزي واحد على قدك. العرباج اللي تحت عايز عروسه، مش ترمي شباكك على كبير العيله، ده لا يمكن يحصل ابدا. شرب يو بس اسكتي. شرب بس اسكتي. بصي انت ما تقلقيش ما تقلقيش، احنا هنروح دلوقتي العرف بغرق السوق، احنا هنروح نضرب اتنين كشري وبعدين نطلع المحامي نضرب اتنين عرفي. انا ماليش في العرفي. طب ليكي في الكشري؟ وبعدين يا جدي جوازتك مع عصلاجة، وعشان الواحد يلاقي واحدة ترضى بيك الحكاية دي هتاخد وقت يعني. ياخد وقت ولا بياخدش؟ ولا هيقعدوا كل شوية يطلع القطط الغرقانة فيا وبعدين يعني على رأي البسل، وياخد وقت ولا بياخدش وقت؟ طب والمعاكسات الدائمه والشجار الدائم اللي بيروح ضحيته عادل؟ مدام عادل هو اللي بيلبس خلاص يلبس هو بقى يعني، ولا هقعد عاكس حتى لو اتجوزت هقعد عاكس عشان هو يا سلام. يعني ايه؟ يعني جواز حضرتك هوبلس كيس؟ اليوبلس فين؟ وانت وراكي من الساعه 5 للساعه 6 وربع. يا جدو 500 مره اقول لك ان انا مش فاضيه، انا مرات عادل. مرات عادل؟ ايوه. يعني انت فاضيه ولا مش فاضيه؟ لا مش فاضيه، بس يعني ما عنديش مشكله ان انا اجي اكل معاك كشري على اساس يعني ان انا نفسي في الكشري. اوكي اوكي يلا بينا. بس بقولك ايه، انت اللي هتدفعي الحساب عشان ما احبش واحده ست تبرشط عليا عشان مره واحده في المغرب وجت ولا ايه؟ يلا يلا. كل الامور هتبقى تمام ان شاء الله، بس انت حاول تديني واحد شهيق. حضرتك عندي واحد زفير ينفع؟ قول لي بقى ايه اللي تعبك دلوقتي؟ حضرتك بقالي 5 ايام مش عارف انام. دي حاله ارق غير عاديه. طب ما حاولتش تنام بالعافيه؟ حاولت حضرتك لدرجه ان انا خدت معايا مرتبه ومخده وديتهم البازار عشان انام عليهم زفت، رمزي خدهم مني. دكتور هو انا كنت قريت في بعض الكتب العلميه والموسوعات السريه ان قله النوم دي معناها ان الشخص ده شديد الذكاء. قله النوم شديد الذكاء؟ عشان كده انت دايما نايمه على روحي. ده انا اول مره اسمع الكلام ده. دي عين وصابتك يا ابني والله. طب يا دكتور يعني حضرتك شفت حالات متشابهه كده في الفنجله اللي فنجلها كده عادل؟ شفت بصراحه، بس ما كانتش 5 ايام. طب حضرتك ايه الحال دلوقتي؟ انا نفسي انام حضرتك. يعني انا بقيت اعمل زي حسن الاسمر يعني بحلم وانا صاحي؟ هو طبيا ما فيش غير حل واحد. الحقني بيه، ابوس ايدك. الحقنه دي بتتعمل للفيل لما يحبوا ينيموه، ونادرا لما بيحتاجها. حضرتك الفيل يعني؟ طب مش مقلقه ان انا ممكن لما اصحى يعني الاقي نفسي بزلومه ولا حاجه؟ خلصني. هتاخد الابره ولا امشي؟ حضرتك ما دام ما فيش حل غيرها بقى اخدها وامر لله. طيب قول لي نفسك في حاجه قبل ما تنام؟ وحضرتك هتعدمني ولا ايه؟ خلصني، هات ايدك بقى. حاضر. طب نفسي اقول حاجه بس، ما تبقوش حاسبوا الدكتور الا لما اصحى. انت بتقول ايه؟ سوري بقى يا دكتور، دي كانت وصية عادل قبل ما ينام، مفيش فلوس. يا جماعة دلوقتي أنا جمعاكو علشان عادل مصر إن باباه سعيد يجي يبات عندنا هنا، وأنا كلمت الراجل وهو جاي دلوقتي. طب إيه المشكلة في كده يعني؟ المشكلة راجل هينام فين؟ شايفة البيت دي حماتي فسحة يعني؟ ما يترزع هنا في الصلاة وينام وخلاص. ماما. إيه؟ بابا. يترزع؟ ما تقوليش كده، ما تشمتيش فينا الاعادي. يتزرق فعلا فعلا سوفاج، كان لازم يديكي بالجزمه ويطلقك بتلاته. يتزرق حرام. شوف يا ست انتي خلاص. يترزع هنا في الصاله؟ طب والله ده حل كويس. حرام يتزرع هنا لوحده في البرد دوت. لا اصل هو حنين خالص وسمباتيك ورقه. يا حنينه، خايفه عليه من البرد؟ فور شور. بقولك سمباتيك ورقه وحنين يا نينو. ده لازم بابا. رايحة فين؟ رايحة مشوار لحد الباب. تحبي تيجي معايا مشوار؟ طب يا حبيبتي ما تتأخريش. لا مسافة الطرقاطس. شكلي حلو. بابا بو. بابا
سلام قولا من رب الرحيم. ايه يا عادل ماله؟ ابن حبيبي ده في عز شبابه لسه. ماله حبيبي ماله؟ ايه يا راجل انت ما تهدى، انت داخل عزا؟ اتصلت بيا وقالت لي الحق ابنك ماله، في ايه؟ بيقولوا في دغبوبه. تعالى بس تعالى. في دغبوبه؟ مفيش دغبوبه خالص، بس خد نفسك كده واهدى وانا هفهمك كل حاجه. تعالى 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 اقعد هنا، خليها تفهمك، اصلها دكتوره. بص الموضوع اسكو بسيط خالص. هو صراحه ان عادل اخد حقنة علشان ينام 3 ايام علشان يفصل من انت عارف طبعا لازم كان يفصل، وهينام 3 ايام، وهو قبل كده ما كانش بينام، قعد 5 ايام ما بينامش. انت فهمت دلوقتي؟ 5 ايام ما ينامش؟ هو اللي سهره قدام التلفزيون 5 ايام؟ عادل عنده ارق يا بابا، ارق، والارق ده بيجي للفيل. فيل ايه؟ طب وايه اللي وداك انت للحيوانات بالليل؟ انتوا مهما تكلموه مش هيفهم لغايه ابني عادل ما يصحى. انا عارفاه كويس. لا لا انت غلطانه خالص، الكاميرا ده بيفهم كل حاجه مش كده، وبعدين هو من حقه انه يفهم، فانا اللي هفهمه. ها او النبي لو سمحت فهميني. انت بتفهمي كويس قوي. ميرسي ميرسي اسد، ده بس من ذوقك. يا مامي لم الدور شويه، لمي. اهلا يا عمو، حضرتك شرفتنا ونورتنا. بما ان دي كانت وصيه عادل قبل ما يروح في النوم الطويل والغيبوبه اللي هو فيها، نحيتك تيجي عندنا وتاخد بالك مننا ومن البيت ومن البازار. هو وجود رمزي في البازار دي مشكله لوحدها. لا 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 ما تخافوش، المشكله دي هتتحل تماما. انا متاكده انك انت هتحل كل حاجه وهتاخد بالك من البازار وهتاخد بالك مني، كم قصدي مننا. مش ميرسي ميرسي على ذوقك ولطفك اللي انت فيه. الله لا تعرف تسد مكان ابنك. انت ايه رايك في اللي بتقوله؟ دونت باذر ولا عايزين انك سمعت اي حاجه. احنا هنخلص امتى من نظره فموعد فلقاء؟ اذا كان شايف واحده في الشتاء عايمه. لو سمحتي يا طنط ما تتكلميش على مامي كده. بيبي بيبي دونت باذر، ده مش من مستوانا احنا، هما دول مش من مستوانا عشان نرد عليهم، دول جربوعات جربوعات. بس اسكتي يا ست انتي، لمي نفسك، في حاجه اسمها عيب؟ ايوه عيب، فسحي كده من جنب ابويا. يا ماما انا خفت خالص. يا مامي لمي الدور، ابوس ايديك يا عمي، حضرتك شرفتنا. يا ترى حضرتك ناوي تنام فين في الفسحه اللي احنا فيها دي؟ لا 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 ما تقلقيش، انا رتبتها خلاص. ازاي؟ انا اقول لكم ازاي. رانيا تنام مع امها وانا هنام مع ابني جوه لغايه لما يفوق من التعسيله دي. برافو عليك، انت كده بتفكر صح خالص. صدق بقى ان كان في ناس واحده جربوعه بتقول انك انت تنام تتزرع هنا في البرد ده لوحدك. وهي يعني لما ينام في الصاله مش راجل؟ طب ويرضيك انت يا جميل ابو عنين، جميل انت وشعر اصفر. انما ينام في الصاله ويجيني برد؟ سلامتك ألف بعد الشر منك على الكحة وعلى الحاجات اللي بتيجي وحشة في الشريانينين وصدرك، وتهبري قوي بعد الشر. بعد الشر عليك كاميلا. بابا صدره زيق من كلامك وجاب بلغم. على فكرة بقى مامي إنسانة رقيقة وعشان كده خايفة على عمه مش أكتر ولا أقل. لا وحياة أمك، مالكوش دعوة بالراجل، الراجل صحته كويسة وزي البوم. متشكر قوي، ربنا يخليك ليا يا أم عادل. مرسي يا ابو عادل. سيد سعوده، تحب اعملك فطار بايدياتي دول؟ ايه الانسانيه اللي هبت عليكي فجاه دي؟ ده احنا بنتحايل عليكي تغسلي وشك. ايه ده؟ انا هعمل الفطار، انا عارفه هو بيحب ايه. نو دارلينج، انت خلاص بقيتي اولد فاشن، خلاص هو بيحب التجديد، انت قديمه خلاص. انا اللي هعمله الفطار. يا بنتي انت عمرك دخلت المطبخ؟ ايوه انا هعرفي حاجه عشان واخش يا شيخ. اسكتي انت تعملي لنا حاجه ولا محتاجه ايه؟ بس انت وهي، انا مش فاطر، انا هروح انا اطمن على ابني وبعد كده اروح البازار. انت مش هتقعد معانا شويه ولا مش ايه؟ فاطر ولا قاعد ولا واكل. يا ساتر يا رب. بابا ليك حق يا ابني، ليك حق والله، انك انت يجيلك مرض الزهايمر ولا بتاع اللي انت جالك ده، دي عيله مجانين. عاجبك كده بقى؟ انت طفشتيني. يا ماما مالك في ايه؟ ايه مالي في ايه؟ في ايه يعني في ايه؟ اه على بنتك، ده انا حبيبتك يا ماما. فضفضي وقولي فضفضي. شفت الوليه القرشانه كانت بتعمل ايه مع ابوكي؟ بتدلعه. غريبه قوي، وانت ايه اللي مزعلك؟ انا لا زعلانه ولا حاجه ولا متضايقه ولا حاجه ولا في حاجه ضربه في نافوخي، بس انا بقول ان ده عيب، عيب قوي يعني. بصراحه بقى يا ماما ما تزعليش مني، انت تستاهلي كل اللي يجرالك. عيب يا بنت؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي اسمها مجيده دي يا ماما بتضحك على بابا بالكلام المعسول، الكلام الناعم، غير ان بابا اساسا مش مستحمل، بابا راجل مزواج وعينيه زايغه. يعني عايزاني اعمل ايه؟
أغني تحت رجليه؟ لا يا ماما ما تغنيش، بس صنفري كلامك وطالع من بقك، فلطري. انت بتديله الكلمة من هنا يتفتح عليها محضر من هنا. يا حبيبتي أنا طول عمري كده عايشة بطبيعتي. ما عشان كده ساب طبيعتك وراح لطبيعة صاحبتي. أنا غلطانة اللي كلمتك. يا ماما يا ماما أنا بتكلم معاك لمصلحتك، مش عايزة مجيدة تكسب منك الجولة. أنا هقولك تعملي إيه. والنبي ينوبك فيا ثواب، قوليلي يا حبيبتي. نمرة واحد، تزبطي كلامك الدبش اللي طالع من بقك ده يا ماما. إيه؟ أتكلم إنجليزي يعني؟ هو أنت بتعرفي تتكلمي عربي يا ماما؟ اتكلمي برقة، عصفورة بتغرد، بقك ما تفتحش أكتر من كده. بصي إيه؟ خاتم سليمان، سو سو سو، وخصوصا مع واحد زي بابا، أساساً عينيه زايغة شويتين. شويتين ثلاثة، ده راجل ألعبان. ثانياً حاولي تنفذي كلامه بالحرف الواحد، كل اللي يقول عليه تقولي حاضر ونعم. ثالثاً فكري يا ماما بأحلى أيام حياتكو. ليلة العيد لما أكل ذكر البط لوحده. يعني ما نبكيش من ذكر غير ريشه؟ يا سلام، كانت أيام. ياه يا ماما يا ماما، بقولك ذكريات حلوة تقولي ذكر البط. حرام عليكي يا ماما، حرام. عايزاني أعمل إيه يعني؟ يا ماما اهتمي بكلامك، خاتم سليمان إيه؟ اهتمي بلبسك بشكلك، فلتري فلتري طريقة حوارك معاه كده، هتكسبي الجولة من مجيدة. كده انا فهمت وعرفت انا هعمل ايه، يا انا يا مجيدة. يا خوفي يا عادل تصحى من النوم يا حبيبي تلاقي ابوك متجوز حماتك. دي حاجة؟ لا يا ماما افكر في الموضوع ده كالبط ده. بصراحة يا مامي بصراحة كنت مزودها النهاردة مع بابا عادل. يا دي دونتي ليه هتعملي بيئة زي البيئية اللي اسمها انعام دي؟ دي كانت هتاكلك النهارده يا مامي وانت بتتكلمي معاه، دي متخلفه. لا هي مش متخلفه، هي كل الموضوع انها كانت مراته الست بصراحه. اديكي قلتيها كانت مراته، يعني فعل ماضي. خلاص يعني ايه فعل ماضي؟ يعني قصدك ايه يا مامي؟ يعني مش لازم تتضايقي لما اتكلم مع سعيد بالطريقه دي، وكلام عادي خالص. ايوه انت كده صح يا مامي. صدقوا بقى ان انا اصلا خساره ان انا اقعد اتكلم معاكم في الحوار الرخم ده، انا اروح احسن اطمن على عادل. يوه بقول لك ايه بقى، ايه رايك في الماما بتاعتك؟ مش عرفت بجد ان انا افرس واغيظ اللي اسمها انعام وامها. بصراحه يا مامي انت كنتي هايله. لا ولسه كمان، انا بصي لازم افطر وراهم علشان احسسهم بالفرق الكبير قوي اللي ما بيننا وما بعد. حفزهم حفزهم حفزهم. بس يا مامي كده الموضوع ممكن يقلب بجد. ايه دي نويه اللي بجد ازاي بقى؟ انا ماما بتاعتك انت ممكن تبص للقهطه اللي صايل اسمه سعيده نجاميه يا حبيبتي. انا بس زي ما بقول لك انهم لازم يعرفوا ان في فرق هاي كلاس ما بيني وما بينهم. ايوه يعني انا برضو مش فاهمه ناويه تعملي ايه ان شاء الله. يعني ناويه كده شويه دلع على شويه مياطه على شويه رومانسيه لحد ما افرس انعام دي واضمن انها تموت نفسها وتنتحر. يا سلام على دماغك يا مامي. يا سلام على دماغك يا مامي، ده انا هطلق كده. لا لا ولسه بقى، لما اقنع بقى القحطانين ده اللي اسمه سعيد ان هو اعظم راجل في الدنيا ويعيش الحياه بتاعه روميو. يا خوفي يا مجيده لا تقلبي في اخر الروايه وتبقي جوليات. نو جامي. ايه ده انت ما تعرفيش الماما بتاعتك ولا ايه؟ جامي يا حبيبتي انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه. بص يا مامي انت الخطه بتاعتك ممتازه، بس محتاجه شويه دقه في التنفيذ. انت عارفه الماما بتاعتك دقيقه قد ايه؟ عايزه اعرف بس ايه لازمته كل ده. لازم اعرف واكد على انعام وسناء ان هناك فرق. زي ما بقول لك كده يا رمزي، وسبت مجيده وانعام ماسكين في خناق بعض وهيقطعوا بعض، وجيت على هنا على طول. الله عليك يا عمي الله عليك، انا مش عارف بس دولا ليه ما طلعش زي حضرتك كده. دوت خايب خايب، لو كان سمع كلامي ما كانش نام النوم اللي هو نايمها دي. يا انا كان نفسي دولا ما يطلعش خايب وطيب كده هون، ويطلع زي حضرتك كده هون مدردح وصايع قد الدنيا وتافه وقليل الادب وحمار، مش كده؟ ليه بس يا عمي كده؟ لا قال لي يا عم، هو الدكتور قال لحضرتك دول هيصحى سنه كام؟ صدق لا اله الا الله. عادل ابني عنده حق انه يجيله ده الفيل اللي جاله ده. ليه يا عم؟ عشان بيتعامل مع حمار مخطط زيك. ليه بس يا عم الغلط ده؟ وانا الله على فكره بقى مش انا السبب، ده الستات اللي في البيت هم السبب. دول ما بقاش عارف يرضي مين ولا مين. ستات ستات مين؟ لا ده انا سعيد سعيد الشديد، هعرف ألعب الستات دول على الشناكل واخد طربني بإيدي. طربنك؟ عمي هو دول اتقتل؟ لا
لا ما تقتلش، بس ان شاء الله لما يفوق هخليه يقتلك انت. انت بتسيب رقبتي؟ عايز افهم يا عمي. من رقبتك ومال الفهم؟ مش راسي على رقبتي. انا هفهمك يا رمزي. قول يا سعد. الستات دول جنس ملعون، ما هماش لطيف وبتاع زي ما هم قايلين. لا، الستات دول مش عايزين الراجل الصريح زي ابني معاهم، عايزين اللي يلاوعهم ويلعبهم على الشناكل. الله 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 عليك يا عمي، الله عليك يا ابني. والله ايه يا ابني، هو انا بغني لك موال شعبي؟ شعبي مين يا عمي؟ ده انت بتقول درر. درر ايه ده؟ انا ما شفتش غباء زي غبائك ده. ده انت غبي طعم. اسمع علي، مش ملاحظ ان انا من ساعه ما جيت مفيش زبون واحد دخل البازار؟ انا ملاحظ يا عمي يعني، وباين على حضرتك كده وان ادمك خير علينا. كل التماثيل الستاتي والحاجات المدعلطه ده عايزك تحطهم لي بره البازار، عايز الناس يعرفوا ان ده بازار مش مغاره علي بابا. الله عليك يا عم. ايه يلا؟ الله عليك الله عليك. والله العظيم انا قلت حضرتك بتقول درر وبتقول احكام، وهنخلي البازار ده متحف ان شاء الله. وانت لسه شفت حاجه؟ ان شاء الله البازار ده هخليه يشغي ستات كده، ستات 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 ستات. عمي يعني دولا لما يصحى من النوم هيلاقي البازار ده اتقلب كباريه؟ تعال عايزك. نعم يا عم. فيك من يكتم السر؟ في بير يا عمي. هات ودنك. اتفضل. نفسي افهم انا ايه سبب الهمه والنشاط والشعلله في البيت النهارده. بنجهز العشاء لعمك سعيد زي ما انه جاي. اما بقى انا عامله له حته دين شوربه كوارع هتستاهل بقه. انا قد كده يا خوفي لاجيله تسمم نتيجه الكوارع. ها يا حبيبي، عامله لك طبق مسقعه تاكل صوابعك وراه. ايه مسقعه؟ تشوفوه حد يتعشى مسقعه؟ انت عايزه تجيبي له حسبه ولا ايه؟ حسبه ايه يا بابا؟ دي عامله مسقعه ومش عاملاها حمرا كمان. يا كده يا ام سعيد. اصلا انا خدت المفاتيح من جيب عادل الصبح النهارده لما نزلت. انت قلبت ابنك وهو نايم. ماما قصدها يا بابا يعني البيت بيتك واهلا وسهلا والدم عمره ما يبقى ميه. على فكره بقى البيت كان مضلم قوي 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 من غيرك، من فضلك ما تسيبش البيت وتمشي بعد كده عشان بيت وحشنا. ربنا يخليكي ليا يا جميل. ايه مضلم دي؟ ما البيت منور اهو. قصدك ان بابا نجا فدخلت علينا؟ يا جماعه حرام عليكم، مش هنشتاق يا عمو. امال احنا مش هنتعشى ولا ايه؟ طبعا ده انا هموت من الجوع. اما بقى انا عامله لك حته دين طبق كوارع يسهل بقك الزقنن ده. ميرسي. يا سلام. كوارع، الكوارع دي احسن حاجه تفيد الرئتين. انا بقى عامله لك طبقه مسقعه يا سلام، عاملاه بايديا اللي انت بتموت فيه. يا خوفي يا صاحبي لا يموت منها. متشكر قوي يا معادل، لسه فاكره الحاجات اللي انا بحبها. لو كنت يوم انساك افتكر تاني. عايزه اكل عايزه اكل. الله عليك يا ماما. الله كمان يا ست كمان. هو احنا لسه هنغني؟ عايزين ناكل بقى. انا مش فاهمه ايه جو رومانسيه زي ما يكون ماسوره وضربت في البيت النهارده. الرومانسيه دي اسالي عليها امك. اقعدي كده وانت ساكته. ايه ده وانت مالك انت؟ انت هتوجه لي الكلام؟ ما اديني يا ماما. بس هديني يا بنتي. لا 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 لا. يا ساتر عليكم، ده انتوا مقرفين. اوعوا نروح اعمل فنجان قهوه. اوعوا يا ساتر عليكم. بابا بنتي طفشتي تاني ازاي؟ تاني وانا عملت حاجه؟ وانا عملت حاجه؟ انا خيمه. بس اسكتي بس جرب. كده يا بقبوق، طب مش كنت تقولي كنت انا عملت لك القهوه بايدياتي دول؟ تسلم ايديك يا جميل. لا اصل انا بحبها بوش. طب انا كنت هعملها لك بوشين. بوشين دي تبقى كدابه بقى. مش هقول انت دمك خفيف خالص. ده انت اللي زي العسل المصفي والله. طب يرضيك يرضيك يا ابو عادل اللي قالته انها وانا عماله اتعشى وباكل. لا 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 ما تزعليش منها ما تزعليش منها، دي واحده ست دغله فعلا. بس بقى من فضلك ما تقوليش الكلام الحلو ده، اصل انا لما بسمع كلام حلو بيغمى عليا وبنسى اسمي.
انت بيغمى عليكي، انا احسن ما يجيلي صداع منها ومن رغيها دو 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 على طول. انت معاك حق، انا مش قادره افهم صراحه انت عشت مع الست دي ازايتك، كان لازم تطلقها من زمان قوي قوي قوي. ايوه عشان كده انا طلقتها عشان ما يجيليش شلل رعاش. فعلا انت كويس قوي اني خلصت منها، دي ست شريره خالص. انت عايز واحده تكون حنينه، ايوه، وتدلعك، ايوه، وتنيمك بدري، وتاخد بالها من صحتك طبعا. يعني الحاج متولي احسن منك، ما هو اتجوز اربعات. اربعات ده كده على طول في الوش كده جايبها لي. وش ايه؟ قصدك وش القهوه؟ يا خبر ابيض. وطي صوتك، انعام بتيجي على الريحه. يا مامي فعلا دي وحشه وشريره خالص خالص خالص. بس ايه بقى، ايه رايك بقى في التعامل؟ انا لو ساده بذمتك مش تجنن، انا شاريه من اكبر مول في مصر. جميل جميل قوي 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 قوي. بس عارفه يا بت، ده لو بلدي يبقى ميت فل. بيت بلدي؟ بقول له اكبر مول يقول لي بيت وبلدي؟ يا مامي لا، عره عره عره. بابا من امتى وانت بتقفي في المطبخ يا ست هانم؟ من ساعه ما بقبوق قال لي ان انا هو هيعلمني ازاي اعمل وش القهوه. وش وش ايه يا موش؟ يلا غوري من وشي. ايه يا سناء في ايه؟ بابا عايزاك انا وماما في موضوع كده يعني بعيد عن السامعين. طب بقى بوقتي انا هضطر ان انا اسيبك دلوقتي، اوكي؟ مع الف سلام. ما تنسيش البلدي. جامي بلدي؟ ايه ده، انت عايز سمنه ولا ايه؟ انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ ده حاجه بيني وبينها. بقول لك ايه، تعالى قدامي، ماما عايزاك في موضوع مهم. ماما ام عيالك اللي شافت الايام السودة. اخد اسبرينتين بس واجيلك. ما حضرتك حقنه بنج. اتفضل يا ابو عادل، كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا ام عادل. بس انا عيد ميلادي لسه بدري عليه، فاضل له شهرين. ما حدش ضمن عمره يا اخويا. ماما فلتر، انت هتفولي على بابا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ربنا يديله الصحه وطول العمر. شفت يا بابا، ماما بتدعي لك من قلبها عشان لسه بتحبك، مش مجيده القرشانه اللي قاعده في المطبخ عماله لوك 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 معاك، بتعمل لك قهوه فيها سم القاتل. لا 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 لا، قهوه ايه وسم؟ والله العظيم ما شربتها، وحياتك انت ما في احلى منك. يا ابو عادل، فكرتني بالزمن الذي مضى. عارفه يعني انا الطقم اللي عليك ده احلى من اي كلام. اما كنت واقف مع القرشانه اللي في فلتر. القرشانه اللي في المطبخ بتعمل ايه يا بابا؟ قصدك على مجيده؟ اعمل ايه، دي واحده ثقيله، تصدقي بالله ثقيله قوي، كل ما اروح في حته الاقيها لازقالي، وانت عارفاني انا اساسا ما بحبش احرج حد. لا يا حبيبي، احرجها واضربها بالجزمه ولا يهمك. فلتر. انت عارفه يا حبيبي نقطه ضعفي، قلبي الحنين ده. كك وجع في قلبك لو كلمتها تاني. فلتر. وسلامه قلبك لما تكلمني. ده احنا هنقضي الليل كله كلام في كلام، انا ملياش غير في الكلام وبس. تسمحي لي افتح الهديه؟ اتفضل. شرسي يا حبيبتي ديلك. فاضيه ولا ايه؟ كل دي على ده. الله الحمد لله على السلامة. انتوا دخلتولي جوه الحلم ازاي؟ ازيكم؟ ايه ده، انا كنت نايم، ده انا حاسس ان انا نمت خمس ساعات. يا بيبي ده انت رحت في معاميك النوم، ده انت نمت اربع ايام بحلم. اربع ايام. خلاك يا عادل، وحشتيني يا عادل. ايه انت مين؟ انا بابا. يا بابا انت ايه عملت ايه في غياب يا بابا؟ لا اطمن، انا سيطرت على الموقف. عارف لولا سيطرت على الموقف ده كان زماني راقد جنبك هنا. يا حبيب يا عادل، وحشتني خالص. الله يسلمك. طب ما دام انت بقى قدرت تسيطر على الموقف وانا مش عارف، هاتيلي كده الموبايل لو سمحتي. يا باباي جميله خالص. بابا نمت يعني؟ والله بقول له بابا بتاعه جميل. الو، يا دكتور. لا الحمد